جينياك نادي البلجيكي ضد نادي انجليزي ليفربول دور ابطال اوروبا تشامبيونز ليغ، وين شفنا كيفاش هدفين لصفر ليفربول، شفنا كيفاش البدايه وين بدات قويه، شفنا في الدقيقه الثانيه وين اللعاب عن طريق اللعاب هدفين عن طريق اللعاب وهو لعاب ليفربول اتشومبريني اللي سجل في الدقيقه الثانيه والدقيقه 57 وين خرج في الشوط الثاني. شفنا كيفاش ليفربول بدا بقوه خاصه وين كان مسيطر خارج الميدان تاعو، شفنا كيفاش كنت نتكلموا على الاحصائيات الاستحواذ وين شفنا جيناك البلجيكي وين 24% استحواذ 76% بالنسبه ليفربول 675 تمريره ليفربول 206 جيناك البلجيكي. يعني كانت المباراه وين ثلاث اهداف شفنا كيفاش وين في الدقيقه 78 77 وين سجلوا الهدف الثالث ليفربول وين ثلاث اهداف مقابل صفر ليفربول 3 جيناك 3. يعني سايدو ماني اللي سجل في الدقيقه 77، يعني كانت المباراه نقولوا باللي نجمو نقولوا باللي شكليه، خاطر على كي شفنا كيفاش جيناك هذا كيفاش لعب في الدفاع والهجمات لعب على الهجمات المعاكسه، شفنا لعب 4-5-1 من بدايه الشوط الاول حتى نهايه الشوط الاول، شفنا ليفربول كيفاش لعب 4-3-3، شفنا اليسون الحارس تاع ليفربول اللي ما ظهرش كثيرا، شفنا كيفاش فابينو شفنا فارمينيو شفنا سايدو ماني شفنا محمد صلاح، شفنا كيفاش نقولوا بلي كلوب اللي دار زوج تغييرات، شفنا كيفاش مازو المدرب تاع جيناك اللي رغم ان دار تغيير زوج تغييرات لكن بدون جدوى امام فريق وين قدم مباراه وين سيطر على كل الخطوط، وشنا كيفاش باريان شنا ساندريا شنا بيرا يعني غيتان كوكي الحارس تاع جيناك اللي تلقى ثلاث اهداف وكيما نقولوا حنايا انقذ المرمى تاعو من عده اهداف محققه امام صلاح امام سايدو ماني امام فارمينيو. شوف كيفاش كلوب يلعب بالتشكيله الاساسيه اللي ما يغيرش، شفنا كيفاش ساماطا اللاعب تاع جيناك ساماطا معروف ساماطا، شفنا كيفاش ما كاش لعاب مؤثر كيما نقولوا، شفنا كيفاش نقولوا بلي ليفربول وين كان فان ديك يعني اللي كان مسيطر اندريو اللي كانوا مسيطرين في الدفاع كايتا شنا كيفاش كايتا في وسط الميدان، يعني كانت مباراة كانت لصالح ليفربول وين كان مسيطر في الدفاع في الهجوم وخط وسط ميدان دفاعي وخط وسط ميدان هجومي اللي ما عطاوش ولا فرصة لجيناك اللي بقى يتفرج فقط بقى يتفرج والمتابعة ولعبوا من أجل تسجيل هدف شرف لكن بدون جدوى أمام قوة ليفربول صحيتو.